السلام عليكم اخويا حارس ليلي، كنت مريح مقابل الحراسه ديالي، تبان لي انفجار، بان لي واحد العافيه قويه. واحد اللحظه عباد الله كلشي خرجوا الساكنه، كلشي خرج، كلشي هرب تخلع. واحد الانفجار كثير بزاف قوي، الشاحنه تا هما كانوا واقفين تا هما كلهم هربوا. الدنيا خواس، حي طارق تقريبا كاع خوا، كاع هربوا عباد الله. واحد الانفجار كان قوي، الناس تخلعوا، كلشي هرب، كلشي خرجوا من ديورهم، تيسحبوا لوزين ديال السيت تغير تفرقع، حيت في واحد المواد كثيره، كلشي خرج كلشي هرب. صافي الناس واحد الروينه كثيره بزاف. اش حضر الوقايه المدنيه والشرطه؟ انت اللي عيطتي الوقايه المدنيه؟ انا اللي عيطت الوقايه المدنيه، الاول واحد فيهم عيطت عليه، عيطت عليهم قلت لهم ما كانوا، جاو في عين المكان في البلاصه. السلام عليكم، اسم حافظ اخويا حارس ليلي. كنا بارك في بلاصتي وداك الشيء، عوت عليا الصديق ديالي مع ديك الربعه ونص تقريبا، عوت عليا بدات العافيه، لقينا شويه العافيه شاعله وداك الشيء. علم الصديق ديالي، علم الوقايه المدنيه، علم البوليس وداك الشيء، علمنا القيد الشيخ وداك الشيء باش يغوتوا على القيد، يعلموه داك الشيء. وبقينا مراقبين المساعي، شويه بدا الانفجارات كثيره، مع كثرة الانفجارات اللي نهضت وداك الشيء، الناس هرعات من ديورها، خلاو ديورهم وخرجوا. الدنيا ولينا خايفين على الناس، هربانين، ردين البال، الناس كبار، الناس كبار، شياب، وكل شيء غادي كيجري في صداقي. كاين مسكين لابس كاع صندالته، خرج حفيان، ديك القوه ديال الانفجارات اللي ناضت وداك الشيء. هي الدور ديالنا مع حنا عيون الليل للدوله ديالنا وداك الشيء، باش نحرصوا، حارسين على دولتنا وعلى كل شيء. اي حاجه تصيبها، لقينا المشكل في الديبوات ورا الشركه ديال التيد. حنا كنا خايفين من الشركه ديال التيد يوصلها العافيه ولا شي حاجه، وفيها المواد اللي صعيبه اللي غادي تاثر على الناس اكثر واكثر. هذاك الشيء علاش ما بقينا رادين حنا البال وداك الشيء. تجاو البوليس وهذاك، شافوا المسائل، عاد لقاو الديبوات اللور، ومشاو كلشي للبومبي وداك الشيء، ورجعوا للشركه هذوك الديبوات اللي كان فيهم المشاكل. واخا ديال الشركه هذه الديبوات ديال الشركات كارينهم هنايا، كيحطوا المواد ديالهم هنايا باش كيخدموا داك الشيء، كيحطوهم هنا. وكاين مستودعات كيحطوا فيهم داك الشيء ديال البرامج ديالهم، فيهم دي ماتيار باش كيخدموا داك الشيء في الشركات، هما اللي دايرين ستوكاج هنايا. وهذا الشيء اللي جعل الانفجار يكون كثير. هذا معكم عبد الغفور حساس بحي طارق، منخرط في النقابه مع النقابه الديمقراطيه. انا تنسمع مع الخمسة أربعة ونص، تنسمع الصداع بحال شي حديد تيتلاح في الشانطي، بحال شي في البداية، وفي الأخير بدينا نسمعوا بحال تفرقيع. واحد الساعة ملي جينا نهبطوا نشوفوا، أنا بعيد عليا داك الشيء بشي 200 متر، كاين أساس خور تحت مني، جيت نهبط لعين المكان تيبان لي العافية والتفرقيع، وداك التفرقيع ما ساهلش، داك التفرقيع بحال قلتي حرب نايضة. وشي شويه بانت لينا الساكنه تقريبا ديال كيلومتر، ساكنه ديال كيلومتر، جوج كيلومتر اللي تتشوف هذاك الفاص ديال التيد، ان كلها شده الخوف. الناس خارجه بالدراري ديالها صغار، هربانين من ديورهم، الطوموبيلات، حنا كحراس ليليين الطوموبيل باركينغ عندي خوا، الناس كاع هربوا كاع هادي، ولا لا الله يحد الباس ولا لا يصيب شي مسلم. ونتمنوا من السلطات دير عين الاعتبار في هذا الشيء، وهذا هو اللي كانوا شكرهم بزاف. حنا كنا ناعسين حتى تنتفاجئوا بواحد الانفجار، والانفجار ما جاش عن طريقه ديال قنبله ولا صاروخ، هادو كيتسماو لي برودوي دونجور. لي برودوي دونجور مناش كيتكونوا من بليزيور دي كاليتي. هادشي كامل بغينا حنا يديروا لنا الوقايه المدنيه، تكون ضروري تري امبورطون في اي شركه تكون الوقايه المدنيه. ثاني حاجه الامن، سيكوريتي ناسيونال ضروري. ثالث حاجه قوات المساعده، قوات المساعده هي خاصها تكون باش تساعد الناس. على بحال دابا اليوم غادي نشرح لكم اشنو وقع بالضبط. بنادم كان ناعس، كتكون واحد رده ديال الانفعال ما كتعرف واش ما فاض عليك، ولا مثلا شي حاجه ديال اونتر سيكوي سيركوي مثلا ديال الضوء لا لوميير. وثالث حاجه كتقدر تكون رده انفعال، انفعال ضروري اي واحد كيهرب من ضروري. في صلب الموضوع انا باقي كنهضر معك في السوجي ديال الانفجار. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم فرد من ساكنه
حي طارق اللي حضروا الفاجعه اللي وقعت مع 4:30 ديال الصباح بالضبط. كنا خويا ما نعاودش لك، كنا ناعسين يعني الحي كامل ناعس يعني باش يفيق الغد اللي في الصباح يمشي يخدم وداك الشيء صافي. وكنتفاجئوا بشي اصوات ديال الانفجارات في الشكل صافي. فاقنا بحال هكا كنشوفوا بنادم مخلوع، بنادم كلي مخلي دارو غادي هربان، ما بنادم ما عارف شنو واقع صافي. كنتفاجئوا باللي راه الشركه ديال القباج اللي وقع في هذا الشيء هذا. وكنتمنى من السلطات والوقاية المدنية يديروا الخدمة ديالهم. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ياسر. كيف ما كتشوفوا وساكنين في الشباب في عين السباع حتى كيجيو كيدقوا علينا الناس مع الصباح بان راه كاين شي حارة قريب للشباب، قالوا لنا راه جاي الشباب صافي وتخلعنا. وكيبان لك بنادم كطل من الشرجم، كيبان لك بنادم جاي هربان كيجري وما فهمنا والو. تخلعنا تجينا هنايا كيبان لينا الشركات هذوك تحرقوا. دابا شو وقع؟ كنا ناعسين، كلشي ناعس، حتى كنسمعوا التفرقيع صافي تخلعنا. حنا اش قلت سميتو قرطاج للبوليس مضابي مع شي حاجه، طلعتك بيه العافيه وديك الشيء ياك وانا نتخلع صافي. هوت للدار الوالد هرب هو اللي طلع، العيالات هربوا للجامع وانا السبب شنو السبب ما عرفناش شنو السبب. الله ياخذ فيهم حق اللي كان السبب. حنا تخلعنا وخرجوا منا باقي كابل نعاس عيني زرقان، والله ما فهمنا شي حاجه والحمد لله الله شاف من حالنا. والعساس عبد الغفور دار خدمته والله، كان ما نحن كالسكينه جعدنا وحايد منا الخلعه وقلنا ما تخافوش انا حنا هنا معاكم نحميكم. البومبيه تعطلوا بزاف، البومبيه دايره ما دوله ما والو البومبيه تعطلوا، وكانت البومبيه خاصها تجي في البلاصه وما ساعه ما كانت خرجت منا خلعه عاد جايين من الاخر. خاصهم يديروا شي حل في هاد البلاد ويعوضونا ساكنين. دابا حنا كنشموا داك الشيء، كشينا مع اكسجين دابا غنقادوا يجي شي تسممات شي حاجه. واش غنقول لك؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.